بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم متابعينا الأعزاء من جديد مع موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نادي الوداد في استاد محمد الخامس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتعادل الزمالك في المباراتين السابقتين مع بترو أتلتيكو وسجرادا ليحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة بنقطتين. أما نادي الوداد فقد فاز في الجولة الأولى ثم خسر في الجولة الثانية من بترو أتلتيكو، يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة. بالنسبة لموعد مباراة الزمالك والوداد، تقام المباراة بمشيئة الله اليوم السبت الموافق 26/2/2022، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا ولبنان والأردن والسودان، الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت وقطر، الساعة 11 بتوقيت الإمارات. أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 3. مستني إن شاء الله توقعاتكم لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، بشكركم لحسن المتابعة. كان معكم محمد أحمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.